اهلا وسهلا المتابعين والمشاهدين تعبر مباشره من الدار البيضاء معنا ام الدراكي اللي توفى بطريقه غامضه في ظروف غامضه تيقولوا بانه مات في حادثه سير. اليوم غادي تكشف المستور حول القضيه. المهم شي عاودي لنا من الاول اش وقع. من الاول اش وقع؟ ولدي دراكي. ولدي دراكي وكيدير مشى كيدير 16 مشى دعا ولدي قال له سيدي كيتبع ليه مرتو شي واحد هذا ايوا جارنا اييه تيتبع ما يمكن ليش نقول السميه ديال شي غادي يقولوا لك التشهير ولكن بحال هذا الشيء راه خصو التشهير وغادي تطلعوا على هذا الشيء هذا الملفات وتعرفوا واش هذا الشيء وتحيدوا هذا التشهير حيدوا هذا التشهير هذا راه كل حاجه تدار وخصها راه عندي تصاور عندي كل شيء عندي الوثائق ديالي ديال كل شيء فاش كيبيع ليسانس هو قبطان قال لك انا قبطان الجدرميه وتيمس تيدير التيو في الطوموبيلات ديال المخزن وتيمس حشومه هذا القبطان الا كيدير بحال هذا الشيء حشومه وخدام قال لك لا تجي بالبصر قال لك اللي هي حساسه وكيديرها في الشكايات عاودي لنا شو وقع شو وقع ولدي غير هكذا غير حاسد لا ما درنا ليه حتى شي حاجه ما وصلناش دار ولهيو دارنا هنا وشد معنا داك كونترير وشد معنا امرتو لا اله الا الله الله ياخذ الحق انا كنطلب سيدي ربي ياخذ الحق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل قلت لك ولدي ودار دعانا دعانا كلشي دعانا وتهجموا علينا وضربونا وشرقوا لبنتي الراس وجبدها من الطونوبيل وهرسنا الطونوبيل وهكذاك حتى حاجه كنمشيو لعند البوليس يقول كاش غادي نديروا لكم اش غادي ديروا لينا واش هذا بيسري راه جا البوليس هذا خصكم تشدوا الحق للناس الدري كيفاش الدري كيفاش مات ولدي خرج نهار دارت بيرمانونس نهار الجمعه ونهار السبت خرج مشى يتفرج في الكوره تفرج في الكوره بقى مع صحابو تيهضر معاهم كيضحك معاهم وداك الشيء جا مشى لعند خو لوسيو ما لقاش جا شاد الشانطي تما تعرضوا لي راه داك الشيء مدروس ومحبوك ومقاد وداك الشيء كله راه مصايب ومقاد كان غادي يقتلني انا ساقتل ولدي ضربوه بالطوموبيل ضربوه لا ضربوه من 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 الطوموبيل ما ضربوش بالطوموبيل ضربوه من الطوموبيل ضربوه راسه هو فوق الموتور جاي كيدير هكذا حتى لديك البونبا لاح الموتور ومشى تكا ليه تكا حتى جاو تيجيو الناس يطلعوا عليه وتيمشيو وجاو داروا بالطوموبيل راه باين داك الشيء داروا بالطوموبيل وهزوا داك سميتو ولاحوا الموتور وداوه والرويضه الاخرانيه مدليه ودازوا بديك القنطره ديال الشهداء وانا مشيت عند مالي القنطره قالوا لي الا لا حتى شي دبانه ما كتفوتش هنايا دبانه كتصور هنايا ما يمكنش تدوز الطوموبيل بلا ما يشدوها يشدها الكاميرا ديال القنطره ما يمكنش تشدها والبوليس كيقول لنا لا راه هذوك عيانين دوك سميتو حيك عارفه شنو داير دارت الخبره داروا الخبره قالوا لك راه ما تمعنف عندي الخبره كتبوها بالفرنساوي درت ومشيت ديتها للترجمه وداروها بالعربيه راه عند قضيه التحقيق كلشي داك المسائل ديالي الحجاج ديالي كاين عند قضيه التحقيق الله يدير تيتا ولد الخير الله يجعل سيدي ربي المشاكل كامله علاش تجارك مالو علاش غير هو تايبيع لسان قال خاف لا نفضحوا به ما نعرفش شكون اللي صوروا داهم لي وجاوني مالي لا تجي جابوا لي هذوك التصاور جابوا لي داك السيدي راه عندي السيدي وعرفت الراجل اللي جابهم ليا وعرفت الراجل اللي صيفطهم ليا كلهم عرفتهم وعرفت حتى اللي داهم ليه كلشي عرفتو انا عندي دوك الحجاج الا بغاو ولا تجي يعيطوا عليا نعطيهم هذاك السيدي وعندي السميات ديال دوك الناس وجاو هددوني في داري وقالوا لي خويا هاد الدار علاش نخوي هاد الدار علاش يا خويا وانا شريتها بالملك ديالي وشريتها بالوراق ديالي ومشيتها بفلوسي كون مشيت صاحبي هادشي غيوقع كنتي تحولي ايوا ولدي مكتوب الله تسلطات عليا مصيبه جريمه الله يدير شي تا ولد الخير مشيت زوجي مشى هو دراكي وابن دراكية اي ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله انا كنعيط على الدراكيين ينوضوا يقلبوا على هذا اللي كيدير لهم اللي كيقول لهم انا قبطان الجدرميه ماشي قبطان الجدرميه هو عسكري كل اداره عندها الناس ديالها البوليس بالاداره ديالهم العسكر بالاداره ديالهم الجدرميه بالاداره ديالهم مالين الطياره بالاداره ديالهم الخزنيه بالاداره ديالهم علاش تحولتي لهاد الاداره لهاد الاداره باش توسخ هاد الاداره وسختي لهاد الجيت وبغيتي توسخ ثاني الجدرميه هاد الشيء ماشي حق الا كنتو كتسمطوا لي لهاد اللايبات اللي كندير ها المسؤولين ردوا بالكم مع هاد السيد هذا راه داير العصابه في داخل الاداره وفي الاداره كلشي داير فيهم هو العصابة حتى المحكمة داير فيها اللي كيجيب ليه النصاب ديالو
ولكن كاين الله. تنطالب انا يقلبوا لهم الهواتف ديالهم هو ومرتو، تنطالب يقلبوا لهم الهواتف هو ومرتو ويقلبوهم للناس اللي غادي نعطيهم السميات ديالهم، يقلبوا لهم باش اللي كيتذكر مع الناس وكيكون مع الناس. العصابه ديالته كلهم عندي السميه وداروا لي عريضه فيها 25 واحد. هذيك العريضه ديال تشاش العريضه كلهم كيضحكوا عليهم الناس ديال العريضه هذه، غير يقلبوا غير داك السنياتور. واي واحد السيد اللي دار داك السنياتور كلشي واحد فينا فيه كامل. تيقول لي راه لاكارت ديالك، تيعطي لاكارت ديالك كيدير ليه بالادريساب كلشي. شي السيد تيخافوا منه ولا كيخافوا منه؟ كلشي كيخاف منه، راه كيهددوكم، راه هددوكم. ما هددكش انت ولدي. تيخافوا منه بزاف لواحد الدرجه، كلشي كيخاف منه. وهو نصاب، نصاب كنقولها ونعاود نقولها، نصاب. وعندي دابا الوثائق ديال التنصيب اللي نصب الناس، جاو عندي الناس وجابوا لي الوثائق ديالهم. بالله تينصب على عباد الله، كلشي كينصب عليه بالوثائق. عندي الوثائق عندي، انا غادي ننشرهم. وبغيت تقولوا لي انا درت التشهير، درت التشهير يلا، من ما بغيتوش تسنطوا ليا درت التشهير. انا غادي ندوزهم لكم في الانترنت، ايوا باش نهقوا بالسميات وبكلشي. شي باغي الحق ديالو؟ انا بغيت الحق، انا كنطلب الحق وانا حقانيه، وانا بغيت الحق وبغيت الحق وبغيت المخزن. انا يعيط عليا، يعيطوا عليا غير الجدر من الله يرحم الوالدين، عيطوا عليا نقول لكم هذا الشيء اللي كيدير هذا السيد هذا بالدليل، بالدليل القاطع. انا غادي ننشرهم، انا غادي ننشر هذا الشيء كله، غادي ننشره، ننشره في الجورنال، ننشره في الانترنت، ننشره في كل شيء. الحمد لله كاينين الصحافه اللي كيديروا كل شيء هذا الشيء. الله يكثر خيرهم، الله يزيد في يومهم، والسلام عليكم. شكرا. شكرا. ومشاهدينا الشعب بنستودعكم الله في وجه اخر ان شاء الله.